بيّن الناطق باسم قيادة الشرطة في مدينة كربلاء لزاغروس أن هناك تعاونا مع الجهات الصحية للحد من انتشار كورونا في عموم المحافظة. أكيد هناك تعاون كبير ما بين الدوائر الأمنية والكادر الصحي من خلال خلية الأزمة التي يديرها سيد محافظ كربلاء المقدسة المهندس نصيف الخطابي. هذا التعاون هو للحفاظ على أرواح المواطنين في مدينة كربلاء وزائري هذه المدينة، لذلك هناك حملات تثقيف وتوعية بالإضافة إلى حملات الصحية من تعفير ولبس كمامات وارتداء الكفوف. يعني بالتأكيد كما تلاحظون أن هذا الفيروس قد عاد وبقوة، مدينة كربلاء تشهد ازدياد بأعداد الإصابات، لذلك يجب أن يتقيد المواطنين بالتعليمات الصحية، ونحن مع هذه الكوادر الصحية إن شاء الله وتعاون. نعم بالتأكيد يعني نحن نتقيد بمقررات خلية الأزمة، يجب أن يكون هناك تباعد، يجب أن يتقيد أصحاب المحال بالتباعد في داخل المطاعم. تم تبليغهم بضرورة إلغاء نصف العدد من طاولات الطعام والكراسي حتى تكون هناك تخفيف لهذه هذا الفيروس وعدم انتشاره في المدينة. المواطنون بصراحة متعاونون معنا، ولكن نأمل المزيد المزيد.